والله اخوي بطالة عطالة، هاي يومية طالعين بشغلة جديدة. هم شنو هي؟ يومية جسور، يوم على الجسر بربك احنا موصل بكمله على جسرين، ماكو سيارات كبيرة. هاي احنا سببها، احنا العمال، احنا الفقراء عم ندفع ثمنها. زين احنا حاليا وين؟ بين احنا بباب جديد. ايش قد باليوم طلع تشتغل؟ اني لباخ جمي، بس والله اتمنى الساعة اشتغل عامل. اي ماكو شغل، ماكو، ايش اسوي؟ يومي الساعة 4 الصبح احنا هنا. والله عمال عامل كتف مثل ما يقول. اليوم اشتغلت؟ لا والله ماكو لا شغل ولا عمل. هذه انا احنا من الصبح دعنا نجي، صرنا نجي 4 ايام 5 ايام نجي، ماكو شغل ابد. لا والله ماكو شغل. 4 ايام بلا شغل؟ اي والله. شلون تعيش عائلتك؟ والله الله المعيشة. اهلك؟ الله المعيش. ماكو شغل. ما دا اروح ما تشتغل ايش قد تطلع بيه؟ والله ما نوبات 7 ونوبات 5 ونوبات 10 ونوبات ماكو شغل نهائيا. ماكو قد تطلع باليوم تقريبا؟ والله 5000 7000 دينار. شلون تعيش اهلك؟ والله عايشين عايشين بقدرة الله. بس انا رساله اريد اوجه لهذول مال حمله الاعمار والتنظيف اللي قاموا بيها، خلي يسوون حمله اعمار وتنظيف للمسؤولين، خلي ينظفون المسؤولين من البوق ومن الفساد. هذه اقوى اعمار واقوى بناء للموصل. المنظمات كلهم حراميه، ما حد ما شغل غير اللواء، خبر اللواء ما لواء. عاد انا طالب ما اريد، حتى المنظمات ما اريدهم، اريد يوفرون لنا بس، ينطون لنا البيوت المبالغ وكم نشتغل على حسابه. كنا العام ماكو منظمات، والله كنا نشتغل بس هسه لا والله شغل ماكو. اذا تشتغل وايد تطلع وين؟ اذا تشتغل عامل هسه؟ والله ما طلع 5000 دينار. ماكو شغل، ماكو اشتغل هسه اي شيء تجيني اشتغل، اي شغله تجيني اطلع. والله صار يمكن تقريبا شهر قاعد. اي والله يوميا اجي انا. ها والله على الديون، والله كريم، والله استاذ عمال. احنا عمال اي شغله، بلوك رمول، يعني اي شغله تعرف الحمال يعني، بس شغل ماكو يعني. والله شغل ماكو، 7000 دينار 8000 دينار 10000 دينار وماكو اصلا، ماكو شغل. ماكو والله صار لي يمكن تقريبا 15 يوم ما مشتغل. والله عندك اطفال عائله؟ شو والله عاديون قاضينها من هنا ومن هنا ومشينا الامور. والله الحكومه نطالب فرص عمل، يعني اريد نشتغل، يعني حتى اذا ما وظايف نشتغل عمال يعني ونعيش. ما صحيح يعني ذول المنظمات يشغلون العرف، يعني الواسطات، يعني ياخذون يجون هنا هذول المنظمات اللي هنا، يجي خالك عمك تسلم. يعني انا مقدم على المنظمه مرتين، مقدم ياخذون العرف يعني، والما يعرفون ما ياخذونه.